يعني الجماعات التي تحمل فكر مغاير او فكر متطرف او كذا، بتبدا تحرك الجماعه دي من مكان لاخر حتى يتاح لها التدخل واحداث الفوضى واحداث التقسيم والوصول الى مشروع الشرق الاوسط الجديد في المنطقه كما تريد امريكا يعني والمحدد الرئيسي عامه للسياسه الامريكيه وحمايه الامن القومي الاسرائيلي. يعني حمايه الامن القومي الاسرائيلي ده محدد هام ورئيسي في السياسه الخارجيه الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط، فكل ما يخدم الامن القومي الاسرائيلي تسعى اليه امريكا. واخر ما توصلوا اليه هو مشروع الشرق الاوسط وتفتيت المنطقه الى بضع دويلات او مجموعه دويلات صغيره بحيث تصبح اسرائيل هي الدور الاهم والاكبر والاقوى في المنطقه، وبالتالي تضمن حمايه امنها القومي فتره 30 سنه او 40 سنه زي ما كما قيل الدراسات في هذا الاطار. طيب رغم كل الاضطرابات بتجد تهافت من العماله المصريه على الحصول على التاشيرات، وهناك من يراجعون عمليات التاشيرات المزوره للدخول الى الاراضي الليبيه، رغم كل هذه الامور يعني هو ايه اللي حصل يعني؟ يعني كما قلت لك يعني ما اي حد بيسافر ليبيا مثلا، العامل البسيط ده اللي بيمشي ويسافر ليبيا عشان يؤدي عمل معين سواء في مزرعه سواء هو بيقدم خدمه للمواطن الليبي في الاساس. لا يعني انا بكلمك على الجانب المصري، رغم كل الاضطرابات الامنيه بتجد نوع من التهافت في الحصول على تاشيرات للعماله في ليبيا. يعني ما يعني هو يعني ده راجع للتضييق الخناق او يعني عدم وجود فرص عمل في الشان الداخلي او انه يتكيف مع الواقع هناك؟ هو هي الجانبين معا يعني الحقيقه الاثنين معا. ليبيا في يعني مثلا بعض الناس يعني تلاقي معظم اللي يسافرون مثلا ليبيا في الوقت الحالي تلاقيهم من مطروح العماله او من فيوم او من منيا او من الصعيد، كل يعني هذه الاماكن لها تواصل بشكل او باخر في في في, في ليبيا له طرق يعني بمعنى له امتداد هناك هيعرف يتعامل هناك بشكل عادي حتى بعيد عن البحث الدبلوماسيه وبعيد عن اي شكل من الاشكال المتعارف عليها الاشكال الرسميه، وبالتالي يسافر ولانه هناك من يضمن له امنه وبقائه ومساعاته في الحصول على فرصه عمل مناسبه وكذا. من هنا بيكون عمليه في ظل مثلا يعني ما بيقدرش مثلا يسافر بشكل رسمي بيلجا مثلا لعمليه تاشيره مزوره او الهروب والتسلل عبر الحدود او كذا او كذا. في نفس الوقت ايضا احنا يعني نمر بظرف خاص في مصر يعني، لكن يعني نامل في المرحله القادمه، نحن متفائلون، هناك سيناريو متفائل في مصر ان مصر تكون افضل، مصر تكون اقوى، مصر يعني تضمن يعني حياة مناسبة وحياة كريمة وفرص عمل لأبنائها، نقضي على حقبة هي مؤلمة فعلا يعني حقبة العمالة أو ملف العمالة في الدول العربية كلها يكاد يكون مؤلم أو يعني بل خلق أزمة مدركات في العلاقات العربية المصرية. يعني أزمة مدركات يعني بدأت حتى مدركات العرب ومدركات الدول العربية تتغير بشكل أو بآخر تجاه مصر بناء أو مقياسا على العامل المصري اللي هو بيمشي ويسافر ويشتغل وكذا بشكل مهين أو كذا. ده صحيح. أعتقد أن مصر عشان تستعيد مكانتها الإقليمية، عشان تستعيد دورها الإقليمي وتكون أكثر فاعلية في المنطقة وفي الخريطة الدولية والعالمية، يجب في الأساس أن تضمن يعني حياة مناسبة لأبنائها يعني. ليس فقط في ليبيا ولكن يعني في كل بشكل عام في كل الدول العربيه يعني ليبيا كجزء من المعادله الافريقيه والدوليه، يعني هل هو طرف لاعب في المعادله الافريقيه مع كل ظروفه حاليا؟ بالطبع ليبيا دولة تنتمي للشمال الافريقي وهي ولها علاقات جوار مع العديد من الدول الافريقية زي النيجر وزي تشاد والسودان، ومصر ايضا تنتمي للشمال الافريقي ولها دور فاعل في القارة الافريقية، وحتى الزعيم القذافي كان له دور كبير في 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 يعني في افريقيا في افريقيا وتوطيد العلاقات العربية الافريقية، ولعب دور مهم في افريقيا ولم يكن لم يستثمر بشكل جيد. صحيح. فالدور الافريقي الليبي في افريقيا دور مهم ودور قوي نتيجه علاقات الجوار والمصالح المشتركه، ويعني الاعتماد ليبيا والاستثمارات الليبيه في افريقيا برضه الى حد ما كبيره. تستطيع ليبيا مثلا بمسانده مصر ان تلعب دور اكثر فاعليه في القاره الافريقيه. طيب هناك انتقاد من الجانب المصري او جانب من التحليل السياسي المصري بينتقد الدور الليبي في دعم الثورات المصريه خاصه بعد 30 من يونيو وعدم تقديم صورة واضحة عن ما حدث في مصر إلى الاتحاد الإفريقي، هل أنت مع هذا الاتجاه مع أن ليبيا مشغولة بالأمور الداخلية؟ يعني أعتقد لدى ليبيا ما يشغلها عن هذا، وإن كان هناك من يحاول أن يعني يؤثر
على العلاقات المصرية الإفريقية فهي دول غربية فاعلة في القارة الإفريقية، تحاول بشكل أو بآخر أن تقوض الدور المصري في إفريقيا، أن تضغط على مصر عبر القارة الإفريقية. يعني استبعاد مصر من أن تكون لاعب رئيسي في 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 في, في الدول الإفريقية كباب من القوارق من أوراق الضغط على مصر. لكن يعني لابد أن يكون هناك ثورة في السياسة الخارجية المصرية، ثورة في السياسة الخارجية المصرية، لابد من إعادة النظر في بناء العلاقات وفق أطر جديدة مع القارة الإفريقية. لابد أن يكون يعني جمال عبد الناصر لعب دور مهم جدا في القارة الإفريقية، نستفيد من التجربة المصرية. يعني إفريقيا حدث مرحلة إهمال من مصر ومن السياسة الخارجية المصرية للقارة الإفريقية في حقبة معينة، يجب أن نتغاضى عن ذلك ونعيد بناء العلاقات من جديد مع القارة الإفريقية من 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 باب مثلا الروابط الثقافية، من باب المصالح الاقتصادية المتبادلة والمنافع المتبادلة، الاعتماد على دول برضو كبرى في أن تدعم الدور المصري في القارة الإفريقية. طيب في ضوء كل ما ذكر، ما هو مطلوب من الحكومة المصرية أو التعامل المصري مع الشقيقة ليبيا من الملفات الثلاث وبشكل محدد مع الجانب الأمني في هذه الظروف؟ نعم، يعني كما قلت لك يجب، يعني قلت لك ان الاستحقاق الامني في ليبيا يفرض نفسه، وان ركوب تنظيم القاعده لعمليه التحول او التغيير التي حدثت. لا انا بتكلم على الجانب المصري، يعني هي يعني اليات ضبط الحدود بشكل محدد. بالضبط، ما جاي لك اتفضل. فده خلق يعني وصول القاعده زي ما قلت لحضرتك وركوبها لموجه التغيير في ليبيا في ظل عدم وجود جيش ليبي، في ظل عدم وجود قوات امن ليبيه، خلق يعني القى المسؤوليه كامله على الطرف المصري بانه يكون يتحمل عبء حمايه الحدود المصريه الليبيه. طالما هكذا لابد ان تعطي له الارضيه المناسبه التي من خلالها يستطيع ان يحمي امنه القومي ويستطيع ان يقدم اي شيء لحمايه يعني لاعاده الامن في ليبيا واعاده الاستقرار في الدوله الليبيه. وبالتالي ينعكس هذا الامر بشكل او باخر على الجانب المصري. بالضبط بالضبط، يعني هي المنفعه متبادله. يعني انا بشكرك جدا سعيد بوجودك معنا في هذا المشهد، بشكرك الاستاذ علي طرفايه الصحفي المحلل السياسي خبير الشؤون الليبيه، شكرا جزيلا. شكرا. ومشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، وحتى نلتقي وحوار جديد في مشهد جديد غدا باذن الله، لكم منا اطيب المنافيه.